السلام عليكم المتابعين الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا فرحانين يا ربي. واليوم جيناكم بواحد الفيديو اش غنقول لكم المتابعين، خاص بالتخمار وخاص بالحداقه وخاص كل شيء كاين ان شاء الله يا رب. ومعايا الحفايد الاعزاز، اش غنقول لكم المتابعين؟ والله تشوفوا ديال الوليدات اللي عامره الدار منغوره. الله انتم راه خلونا الدراري، انا النهار هذا غنوليو مربين. لا ضروري راهي بعدا راه بات معايا، انا راهي راه بات معايا المتتبعين. انا عزت وحدي قالت لي ماما شوفي عتي لاناض، انت هي اللي غادي تحضي، انت هي اللي غادي تسكتي، انا ما ندير لك حتى حاجه. راهي المعم درتيني ني البار، ما بغاش ينعس معايا، قال لي مايمه معم درتيني ني سكتي ماما عندي من درتيني مايمه وعجبتك تنعسها زوينه. نعستي مزيان؟ شوف واش نعستي مزيان. نعستي مزيان، ارتحيتي؟ وصافا مسكك انت هو معنا. راه اليوم المتتبعين مشاو الدراري، مشاو البنات تيتيش المتتبعين وفاطمه الزهراء وهذه مشاو باش يشريو شي اغراض الحفصه. راكم عارفين دابا مسكينه راها قريبه تولد، وراها عتو راه فاش كتقرب المراه تولد راه خصها تتقاد، خصها توجد، خصها وتعامها مسكينه المتتبعين. الحفصه مسكينه راه ظريفه ولا القاسم. ايوا اش غدير مسكينه، الله يجعل سيدها ربي يكمل عليها الفرحه ان شاء الله. اييه ونشوفوها كيف بغات ان شاء الله يا ربي. والله يسخر لجميع المسلمين، واللي ما كيولدش الله يجعل سيدها ربي يحل حزامه، واللي ما كيولدش الله يجيب له رزقه ان شاء الله، والله يجيب لي كيقرا النجاح ان شاء الله. امين يا ربي. وتحيه لكم كبيره وليداتي داخل المغرب وخارج المغرب، والتخمام ديالنا معاكم هذا النهار نكونوا حالقينا وميمه. والله الا عتو راه والله المتتبعين داكشي كيف ما فقنا، كيف ما فقنا انتما الروين، كيف ما فقنا كلشي مروي الزربين المتتبعين. انتما فين فطروا؟ طيح سميتو شويه ديال الباكيط وهذه، خلاص المتتبعين جمعنا ماما الدار. ايوا وانا نشاركوا معكم كلشي، نشاركوا معكم الغديوه ديالنا، داروا دارهم كيتفرجوا راهم وما هذوك. الله يلا والله اجي ماما لهنايا باش نشاركوا مع المتتبعين ان شاء الله الروتين ديالنا، كلشي مرون كلشي ما مخربق. والله اجي تشوفوا بعدا فين كيلعبوا المتتبعين، باش تقولوا ما كنتهلاش في ولاد خوتي. راه محمد سوا بحال خويا والله القاسم، جبت هنا جبت لهم الالعاب المتتبعين. بحال ولد خوك والله الا راه بحال خويا، بحال ولد خوك. لا لا اقسم بالله، بالعكس المتتبعين ما كنفرقوش يعني بيناتهم، ولا بالعكس صفوان حنين المتتبعين، ماشي شي واحد اللي كيدير سطع. مازال راين مسكين تيهضر تيدير شويه البساله، تيلا صفوان ترونكيل. انا راه درنا لهم الالعاب يجيو يدخلوا يلعبوا في هذا البيت ما كنديروا فيه والو. شوفوا با هو هو صفوان، دوماج مع عمر بعد. الله ايوا المتتبعين ديالي راني درت الفران هنا، نشوف دابا سمعوا ما قالت لي يا ميمانون. قلت لها ماما ها انتم عطيونا المتتبعين شي افكار، ها انتم شوفوا ها المرأة غادي نحيدها المتتبعين، غادي نحيدها. ولكن فاش كتحيد المتتبعين، ها انا بعدا فاش كتحيد المتتبعين المرايا كتجي هاد البلاصة خاوية، راه عرفتوا هنايا. لا معليش لحقاش هاد المرايا هادي نوريها لكم المتتبعين، واش غادي نديرها هنا؟ بغيت نديرها هنا باش ترديها هنا، بغيت نرديها هنا باش تبقى داك سميتو الفران. انا عاوتاني قلت الفكره ديالي المتتبعين، قلت بلي الفران زعما مع الدخله ديال الدار شي شويه ما جاش، مازال في ديك القنيته مخبيه ماما. واخا مخبيه كيخيش ليا الضو نقصا زعما لا بعدتي شويه. لا والو كتسخي ليا الكاسه هادي، انا كنخاف من الضوء. ايوا غيقولوا لنا المتتبعين شي حل مع الفران، راه خصنا ليه البلاصه، خصنا غير نشوفوا زعما شي بلاصه اللي غتجي مع. انا عاوتاني قلت في الدخلات ديال الدار ما عرفتش واش زعما تجي عاديه، حيتاش المرايا هادي متتبعين عامره ها الثلاجه، ها ماكينه المواعن، ها المجوره، الكوزينه المهم عامره. دخلي الكوزينه نشوفو، دخلي اجي يلا ندخلو الكوزينه المتتبعين نشوفو واش درنا نزادنا. هذا كاينه شي بلاصه؟ هانتوما هنا دابا شكون اللي معمرنا لي سباس المتتبعين؟ هادي ديال المواعن راه مازال ما لو واخا حيدت هادي ممكن نحيد هادي ونحيد حتى هذا، وين الفران ما يجيناش مع 10 جنب. لا ما يجيش مع 10 جنب بصح الفران طويل. ايوا
فران طويل كبير عليه الثلاجه عاوتاني حتى هي راه كبيره عيني كبيره كنبغي غير الحوايج الكبار ياك لقيت الفران هز الكبير لقيت طبران هز الكبيره الله يجعل سيدي ربي يكتب عليكم ويحل عليكم يا داك يا ربي امين يا ماما وهاد البلاصه عاوتاني الا درتهم بهكا غادي يجيو يسدو لنا الباب بصح غاتجي تدخل هنايا غاتجي مضيقه المتسبين وتجي تدخلها غير من هنا بصح يوم ما لقيتش كيفاش ندير ايوا غير قولوا لنا في التعاليق الله يسهل عليكم المتسبعين يا وليداتي فين ما قلتوا لي زوين ندير صافي هذا الفيديو اللي فيه الفران ديالي داكشي اللي كاين والكوزينه ديالنا ماما راه خالتي مسكينه راه بات معنا غسلات الماعن ايوا راه مشات دابا عند جداتي ايوا ودابا شنو ماما غادي نديرو نبدا انا واقيلا غنجمع الدار المتسبعين تبقاو معنا نجمع الدار غادي ندوز الشطيطيبه ونكرر دوك الزربيات داكشي وغادي نسيق ان شاء الله يا ربي والغدا ديال ماما واقيلا راه كانت بغات تبدا فيه وكلها رصاي كلها رصاي حتى شاركوا مع المتسبعين راه درت هنايا اللحيمات ماما راه جدت البصله ها اللحيمات المتسبعين غير ايوا خليوكم معنا انا واختي وميمه ديالي والدراري والوليدات الصغار الراجل خدام ما كاينش ايوا يلا خليكم معنا ايوا المتسبعين اول حاجه غنديروها هي غنحيدو علينا الغداء ماما لبستي نديد راس نديد راس هاي اللي باش تشوفي مزيان باش نشوف مزيان باش نرد البال مزيان والله العظيم داكشي اللي كاين هانتوما المتسبعين ماما راه وجدت اللحيمات هنايا ها هما اللحيمات دياوليها راه كانت شعلات عليهم حتى كلار صايف طفي لا معاها كانوا كانوا صغيرة المتسربين جامدين بالثلج وهنايا العطرية والعطرية هانتوما كتشوفو هادي اللي الوسط راه المتسربين الثومة الثومة كيف ماما دايراها في راكم عارفوها دايراها في فريكو وفاش كتجبدها كتكون هكاك اللوين ديالها كيكون دابا ها هي ها هي ورانا ها هي هاي الفرعة كليتها سبحان الله شوفي شحال والله ما كتعطي ريحة شمي ها شمي شوفي واش كاينة شي ريحة لا لا والو شتو غيديروها غيديروها المتسربين وتبقى عام تبقى يلا تبارك الله يلا الزيت خلاص المتتبعين عندكم ميزانكم خلاص ضروري اللي كاين ماما راه شرات هذا الفيديو المتتبعين صراحه احسن ترديه من 5 لتر وتردي في شي قريعه اخرى كنبقى نهز 5 لتر كامله تتهزيها ها تبقى 5 لتر ديال الزيت تقادات هذه تقادات هذه مشات تقادات هذه مشات تقادات اي والله صافي يطول غير العمر كلشي ان شاء الله نجيبوه ها الثومه ديالنا والعطريه وندير هكا شويه ديال الماء ما يضيع حتى حاجه ها تما مسبيت شويه الماء درنا ماما شي كاميره تكون هي هذيك ان شاء الله نتغداو بها شويه الماء باش نحط العطريه صافي نخليو المسبيت الغديوه ديالنا طيب تعزيت لها ماما بطاطا داكشي اللي غنزيد ليها ان شاء الله يا ربي وحنا معكم انا المتسبعين راني حاضيه الوليدات وراني كندير الشغل بقى لي المتسبعين الصالون هنايا باش ندوز ان شاء الله الشطابون والصيا الصالون الصالون سميتو الصيا يلا ماما غادي تمشي شويه عاوتاني وتقعد شي شويه راه واخا تحصلي للمعينات ضروري الكوزينه كترون المتسبعين دغيا دغيا انا دغيا كنرونها دغيا كنجمع هنا الكيرة كنا كاتبوا معنا خاتي يمنا جبناها وأخيرا جات خويا في ياسين هاد المرة هادي راه شنو حرام عليك أتيتي شنو لا 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 أنا رزقي عيط ليا جيتي تدي ولدك شوف هاد النهار راه جا غير على ود الدراية نطلب السماحة من الوالدة ما نكذبش عليكم راه عرفتي خليت لاصافون ورايا نرحم يومين المتسبعين راه أنا سمحي لنا سمحي لنا خاتي يمنا الله يحفظك سمحي لنا وخاتي راه انا اللي خصك تطلب اختي من السماع والله راه شديته صراحه والله الا ولادي واجب عليا جبنا مع الخداني شاف بحال راه والله يعطيك حنا ماما والله يعطيك حنا ماما والله يعطيك حنا ماما والله يعطيك حنا ماما والله يعطيك حنا داك العنب راه حلو في الصوت وصلنا دوزها لك راين ولا صفوان بلا كذوب اختي صفوان ماشي بحال راين راين المتتبعين فيه الهضور فيه الحركات ماشي بحال سميتو بحال صفوان ولكن نعستو معايا ما تقول لي امي ملي
مشاو القميلة ومشاو يا ويلي ويلي يلا والله جينا باش نكيو وليداتنا وجينا شفنا الوالدة والله راني جمعت الدار ما كملتش المتتبين معكم هانتوما راه جمعت كلشي جمعته ودابا ان شاء الله ما بقى لنا غير حطو غدانا والسلام عليكم والسلام تاع الفيديو الجاي ماما جاية كتجري عندك ياسين يلا الله يلاه يلاه راحنا دايرين انتصار مسكينه في التلفازه شوفوا شوفوا الله يوصلها على خير مسكينه شات فيا مسكينه اش نقول لك شات فينا العافيه وحق الله يا مسكينه شات فيا بزاف وحق الله قالت وجهي لها شي رساله هي انت ديما كتكري معاها اختي انتصار والفناك ولكن يعني جات الظروف انا كتمشي خاصك تمشي تشوفي عاوتاني وليداك وتشوفي شحال من حاجه ان شاء الله يا ربي والله يلحقك ان شاء الله بخير وعلى خير وباقي ان شاء الله غادي ترجعي وغادي تعيشي معنا الاجواء ان شاء الله كنا غير تتبكي تعاود والله الا كتبكي على حفصه قالت لك جاتني المشيه ما غتحضرش انت تيتي شي حاجه ولكن حنا عاضرينها وعارفين اللي كاين انتصار والله يسهل اخر المتسقين الا في الظروف الصعبه شوف مسكينه شوف المشاهدين شوفوا مسكينه شنو كانت خضات اختي حفصه مسكينه كتقاد وكدير كل ما في جهدها شكون عطاك انتصار المتسبعين اطيب خلق الله والله الا مسكينه وصينا ياسين علاش الاخرى الله القاصح حد انتصار وصينا على واحد الصخيره واش نقول لك كتقطع البي وكتمشي مسكينه عند مول التواب وداك الشيء اختارت لنا لا تجيش غير ما تشريش المراشد منك لا انا شوفي والله ما بغيت شي حاجه صافي ملي انت عندك المشيه اني لي داكشي قالت لي والله حتى غادي نسقد لكم على سجد الراس ان شاء الله ربا محمد شنو كتقول في حق انتصار شنو ما شفتش والله يديها عزيزه عليك عزيزه الوالد هي ضحوكيه ضحوكيه وشعبيه وجات مسكينه طلعت على الوالد واش نقول لك درويشه لا لا زوينه مسكينه وكيف بقيتي الوالد شويه ايوا مزيان الحمد لله الحمد لله المهم المتتبعين اللي ما قديناش نستغناو عليه ما يمسلم عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم